خير الزاق يا كريم يا الله يا الله. تركت يحيى في آخر لحظة، لست لاحق بعده وأتابعه من مكان لمكان. بس من كثر ما امي حبتني احس اني فقدت الثقه في نفسي. خليت لنا بطانيه نتدفى ولا ماشي؟ اما الغرفه مليان بطانيات يدفن قريه. صورتك ما عاد تخلي لي ولا خرقه في البيت. احمدي الله عشان تسكيها الصبار. ريحان وسلمى رفعين الصحون تعاون. عاد خليت صحون داخل يوم احمد يلا تسكي الغسوله بدل ما تجي سيد غسولي. من انا ايش هرك مين منكم؟ ردوا اللي يعرفه يا خان انه ما حد يقدر يسرقك.
نها تمام هذا وهذا صار أيوة شو هؤلاء هاي السيرة الحاج صاير كلها لا شلونا جعل عريج الحمى انا عملت باصلي وصبرت عليه لو ما يرجع يحيى من المدينة رجع ابني ميت الله يرحمه وصبرت عليه مرة ثانية قلنا عاد المرة حزينة على ولدها لكن فكرت كما يجلس هذا الحزن وما ينتهيش لأن الظن غالي حتى ولو كان عاصي يحيى مش هو عاصي يا حميد قادوا عند ربه الله يرحمه ويغفر له فالحين انتي قومي بري ذمة ابنش وسددي ما عليه لا تزعلي مني يا خيزرة انا انسان حقاني لش يظلم احد ولا احد يظلمني كلنا ما نشتي نظلم احد وحقك ايرجع لك ايرجع لك وهي صدقنا حسبي الله ونعم الوكيل فيك حسبي الله ونعم الوكيل فيك منو حميد هذا ما يشتي من 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 ما بشهلة وسهلة أو تفضل وحياك الله أمير أكلمك في حاجة مشتيش أشغلك وأكلمك عن خصوصياتي بس الصراحة أنا في ورطة وما عندي أحد غيرك أكلمه ويخرجني من هذا الموضوع تكلم قبل فترة طلعت مشوار مع واحد صاحب التاكسي اللي بالحارة ونسيت تليفوني بالسيارة مالك تأخرت؟ كنت أدور الشارع سارح راقع حبيت بترول هم.
ايش هذه؟ تدري هذه مش حق ربع دبة بترول؟ ما فيش الا هي. ها ما حد يعمل خير هذا منه. هات التليفون. وسرق الذاكرة قبل ما يرجع لي التليفون، وجالس يهددني ويلاحقني من مكان لمكان، وأنا مش عارفة إيش أسوي. أنا إيش يعرف كيف سرقوا الدكتور هذا؟ وليش إلا حميد يضمن يحيى؟ مدري من سرق الدكتور واتهموا يحيى. ويتهموا بأي حق؟ سكوتكم هذا أثبت إن يحيى سارق. يحيى مش سارق، والدكتور كان يشتي يصير يشتكي به. يشتكي به؟ وإذا اشتكى به؟ ما بش عليه دليل يثبت إن يحيى سارق أصلا إلا كان مع الشهود. إيش في شهود؟ أنا مش عارف كيف بتفكروا. طيب يحيى ما كلمك شو من الأيام إن حميد حول له بفلوس عشان علاج ريحانة؟ حميد ما يرسلش صلاة لحد. يحيى الفترة الأخيرة كان مش هو طبيعي،
فين حسنو؟ سارح ومربوش ودايما هو مستعجل. أقول لك سير سأل علوي. يا خالة. صباح الورد، كيف أنت يا قمر؟ الحمد لله بخير. يا خالة كنت بسألك، لو معك خيط أبيض. خيط أبيض؟ إيش الشي تخيطي؟ قولي لي وأنا أساعدش وخيطها لش. ها؟ لا أنا بخيط من نفسي. على قولة أمي لازم تتعلم تخيط من نفسك. ما شاء الله عليش. خلاص الحين أصير أدور لش الخيط الأبيض. تسلم يا خالة. كيف الشباب؟ تمام. ايش الاخبار؟ معي لكم اخبار حلوه. ابو بسام موجود، ايهن رجع قد الاسبوع هكذا. شكل التعب من الراحه والتقفز من دوله لا دوله. انا قلت لي ابلغك اول ما ارجع، ما عاد يزمني. اسلم خاطركم، اعطينا انا تلفون. اشتي انتقم، كل اللي حصل لي انا وابي بسبب هذه الفله. على ايش ناوي؟ أتعرف ايش يكلمك؟ ايش يكلمك موضوع؟ اقسم بالله لو اشوفك في الحارة مرة ثانية لك سر رجلك، فهم؟ طيب اسمعنا تفهم؟ أبوك شفيق قليل أصل، بالله عليك في واحد يفلت زوجته وابنه ولا يسأل عليهم؟ على الأقل يعرف إن معه ابن. هم هكذا المجاورة، أعرفهم من زمان واسأل عليهم عندي. مالك فلت العمل؟ وو مالك؟ بكرة شاجي وأكمل عملي. الله، بكرة أنا كملت السيارة اللي عندي. كملت سيارة؟ كملت. يا سلام، باقي تكمل وتدي الفلوس المسروقة اللي عندك. ما هذا الكلام يا مسعود؟ ما بتقول اللي سمعته؟ الفلوس المسروقة ترجعها، مفهوم؟ ولا أصير دور لك عمل ثاني عشان تعرف قدري. بدي هكذا. أيوة هكذا. طيب يلا من عينك.
الو الغريب هل من مجيب احنا السبب ولا الزمن اصبح غريب صرنا جروح للوقت واحزان السنين هل باقي روح للكره ولا للخلاف كم حلمي مات فينا ولا غير الحنين متفرقين حتى من الفرحة نخاف عمري الخلاص مكان بارود ورصاص كم من عيون تصرخ لنا أي العمر ضاع أولادنا رهن الضياع وكل يوم نخسر ويجرحنا وداع أي العمر ضاع أولادنا رهن الضياع وكل يوم نخسر ويجرحنا وداع تعود الحياة حتى تعود المياه إلى مغاني النفوس قبل الربا قبل الغروس والكل نفسه قطيب مثل المحب للحبيب نفتح طريق القلوب